مستقبل الدولي الجزائري. سفير طايدان مع فريقه إنتر ميلان وصل إلى آخر حلقاته بعد الاتفاق الذي حصل مساء الجمعة بين إدارة فريقه ونادي ساوثهامبتون حول رحيله على شكل إعارة إلى النادي الإنجليزي ضمن صفقة انتقال المهاجم بابلو أوزفالدو إلى النيراتزوري. مصادر إعلامية إيطالية أشارت إلى أن ساوثهامبتون سيدفع 1 مليون أورو مقابل إعارة تايدار، مع وجود بند في العقد يتيح للنادي الإنجليزي شراء لاعب وسط الخضر الموسم المقبل مقابل 7 ملايين يورو. ومن المنتظر أن يلتحق تايدار بفريقه الجديد يوم الثلاثاء للقيام بالإجراءات اللازمة قبل مباشرة التدريبات. للإشارة، فإن المدرب الهولندي رونالد كومان امتدح كثيرا لاعب وسط الخضر، كما أصر على الظفر بخدماته.